جامع. لا لا عزيز اللي مش عارف. بالنسبة لنا وبالنسبة قدر أكبر من يومين. إلهام شاهين بأحمد فلوكس أنا أكبر من الرد عليك واللي مش بيحترم الفن. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب أحمد فلوكس ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع أحمد فلوكس. لا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. رد على أسلوب لا يليق من أي فنان، أنا رد إن اللي مش محترم مهنة يسيبها. وأضافت فيلم حظ التجول خدت بسبب 12 جائزة من مهرجان جمعية الفيلم، الله أعلم ظروفه إيه بس الأسلوب يبين إنه في شي تعبه. وتابعت أنا بتكلم عن القبولات اللي في الستينيات اللي أبطلها سعد حسني، فاتن حمامة، نادية لطفي، والفن ما ينفعش يقيم بمنظور أخلاقي وديني، وده دور بتعمله فنانة، لازم نصل بين الدور والشخصية الحقيقية. من ناحية أخرى أعربت إلهام شاهين عن سعادتها لحصدها جائزة أحسن ممثلة عن فيلم حضرة جوال قائلة: كنت فرحانة بالجائزة لأنه في ناس معايا في الفيلم حصلت على جوائز. وأضافت أن الخلط بين شخصية الفنان الحقيقية والشخصية التي يقدمها كارثة ونوع من الجهل. متابعة: مش بدخل على السوشيال ميديا ولا بلتفت للهجوم. إطلالة متشابهة لمنى شلبي وإلهام شاهين في ختام مهرجان الجونة. أطلت الفنانة